بشكر أساتذتي على دعوتي الكريمة النهاردة وأستاذ الدكتور سمير أسعد على دعوة للمؤتمر القيم. أنا عشان الوقت هبدأ بالكيس على طول. هي في ميل عندها 45 سنة، كانت بتكمبلين من بالبيتيشن وديسنيا وشيست بين اون اكسرشن. الهيستوري القديم بتاع العيانة انها من حوالي 10 سنين كانت دايجنوزد اس جريفز ديزيز، وكانت العيانة بدأت كاربيمازول وبروبرانولول وفضلت ماشية كويس لمدة سنتين، ما كانتش بتعمل فولو اب ريجولرلي. من 6 سنين كده بدأت تكمبلين اوف سيمبتومز اوف هارت فيلير، فاتيج، ويت جين، لور ليمب اديما. اللاب ساعتها كان مبين ان في ثايرويد ديس فانكشن، كان التي 4 كان قليل، التي اس اتش كان عالي، واضح ان كان في اوفر كوركشن، الترايجلسرايدز عاليه 380، التوتال كوليسترول كان 267، الفاستنج والبوست برانديال والهيموجلوبين اي 1 سي كانوا الثلاثه برضو عاليين نيو اونست دايابيتس. البيشنت بدأنا معاها الثيروكسين دوز اوف 75 مايك بير داي وميتفورمين 2000 في اليوم. البيشنت ما كانتش كومبلاينت قوي على الدايت والميديكيشنز، وبالاضافه كمان كانت سموكر وعندها فاميلي هيستوري اوف تايب 2 دايابيتس. الاكزامينيشن بتاع العيانه الضغط كان يعني في الابر نورمال، كان 138/78. البلس بتاع العيانه كان اتريال فايبريليشن الريجولر، وعلى هارت ريت 124 رابيد اتريال فايبريليشن، وهي اوبيز، البودي ماس اندكس كان 31. الاي سي جي بتاع العيانه زي ما حضراتكم شايفين كان اتريال فايبريليشن نيو اونست. اول كوتشن، ذا بوسيبل كوز اوف نيو سيمبتومز ان ذيس بيشنت از over correction of thyroxine replacement ولا coronary artery disease ولا congestive heart failure ولا hypoglycemia ولا الـ A&B. Five seconds. A or B. نرجع للبرزنتيشن. طيب الانفستيجيشنز كان زي ما قلنا الهيموجلوبين اي 1 سي 7.3، الترايجلسرايدز 280، التوتال كوليسترول 227، التي 4 كان 1.6 افتر الكوركشن اللي اديناه، التي اس اتش ستيل هاي 10. بس الايكو بتاع البيشنت في الوقت ده كان مبين ان في ريجنال وول موشن ابنورمالتي، اسكيميك وول موشن ابنورمالتيز، والاجكشن فراكشن كان بيرزولفت. Second question, the risk factor for coronary artery disease in this patient. Diabetes مع الدسليبيديميا والسموكينج، ولا diabetes hypothyroidism دسليبيديميا، ولا الديابيتس والهايبوثيروديزم والدسليبيديميا والسموكينج. تمام، معظم 90% سي. تمام، نرجع للبرزنتيشن. طيب بعد كده البيشنت عملت كوروناري انجيو وطلع فيه توتال اوكلوجن اوف ذا ليفت انتيرو ديسندنج ارتري، وعملنا بي سي اي وستنت في الليفت انتيرو ديسندنج ارتري. بعدها البيشنت بدات ديوال انتي بليتلت ثيرابي، كولبيدو جريل واسبرين، بيسوبرول 2.5، اميودارون 200 فور اتريال فايبريليشن، ولوزوفاستاتين 20. Third question, the next anti-diabetic agent to be added in this case is sulfonylurea, DPP-4 inhibitor, GLP-1 analog, SGLT-2 inhibitor.
10 seconds. Okay, 66-40. آخر question في البرزنتيشن: What is the effect of amiodarone on thyroid gland? A. Hyperthyroidism only, hypothyroidism. C. Both of them. D. None of the above. In seconds. C 47%. Okay, أنا كده خلصت الكيس.